أول يوم قعدت فيه من الصبح، يعني بيوم اللي أنا أنصابت، بما كنت أعرف إني راح أنصاب بهذا اليوم، كان يوم جمعة. بابا راح على الجامع وأنا كنت يم الباب، كنت حتى مريضة ويم الباب كنت يعني قاعدة، بس الدواعش ما حطوا الهوانات يمنا، كانت الهوانات بعنا. بهذا اليوم الدواعش ضربوا على الطيارة، ردت الطيارة ضربت عليهم، فتنا بالغرفة، اهتز البيت بينا. من اهتز البيت خفنا لا يقع فوقنا، طلعنا ثالث بيت وصلنا عند جيراننا وضربت الضربة الثانية وأنا انصابيت فيها. يعني أول ما صار القبلة تمددت بلقى القصفة من الهواء، هي الطيارة اللي ضربتني، القصفة قلبتني بلقى، هي تمددت، دحك على إيدي تنزف، دحك على بطني تنزف، بس ما دحكت هيجي. بيت جيراني ما قدروا يطلعون من الشظايا، بس سحبوني سحب، أنا كنت قدام باب أمي، سحبوني سحب خلوني بالغرفة، ماما جت شالتني، وبعدين يعني زلمة شافني بيد ماما وشالني وداني على المستشفى ركب. أنا ما أطلع يعني ما قصدي إني ما أطلع، بس ما أطلع يعني كثير، أكثر شيء ما يعني ما أكو سبب، بس يعني أكثر شيء تعودت إنه أكون وحدي من انصابيت، وإنه يعني أرسم وأعبر نفسي بالرسم، ونوبات أطلع يعني قدام بيتنا ويعني أقعد إذا كانت شمس. أنا أحب هاي المناطق الترفيهية، كل النشاطات حلوة، بس أكثر شيء أنا أحب يعني هي كل النشاطات حلوة، بس أنا أحب الرسم والغناء بصراحة. من أرسم يعني أعبر عن الشيء اللي بقلبي، مثلاً إذا رسمت جبال أتمنى أنه أكون فيهم، أما إذا رسمت شجر أتمنى أنه أقعد يممها، هيك شعوري. سأطير. انت انا اذا الشخص تعاون معي انا هم اتعاون معه، يعني اذا كان هو يريد يسمع قصتي انا راح اسمعه اياه، بس اذا كان هو مو مهتم انا ما راح اسمعها. اشعر بالراحه هسه احب اطلع اترفه اشوف الناس، ما احب اظل محبوسه بالبيت. واذا مثلا يعني طلعنا ورجعنا على البيت أبدأ أشاهد التلفاز، يعني حتى أقدر أرسم ألف أغاني. لا هسه أنا خلصت عمليات، يعني سويت عمليتين قبل هاي المرة، سويتهم الأولى لحتى يلحم العظم، الثانية لحتى تطور رجلي. سويت العمليات خلصت منهم، هسه بس يراد لي تمارين وعلاج طبيعي بس، وحيدا تحت شوية رجلي يعني تصير متوازنة مع هاي، لأن حتى الآن بيها قصر شوية. بصراحة أنا هاي اللي شفته المصاعب، أنا أحب إني أصير دكتورة مفاصل، دكتورة عظام مثل الدكتور اللي هو عالجني، وأنا حيل معجبة بي وأتمنى إني أصير مثله. أنا الشيء اللي أريده إنه يتحقق أحلام كل البنات، إنه ما يستسلموا أبد، ويظل يحاربوا حتى يحققوا أحلامهم، هذا الشيء اللي أنا أريده. هي ما الصوت عادي حلو هو، بس إنه يكون من كل قلبها.